من هناك الموصل مراسل أخبار الآن لؤي أمين ينضم إلينا. لؤي مساء الخير. يعني تتحدث الأخبار عن تحرير مبنى سكني مجمعا سكنيا مهم وست قرى غرب مدينة الموصل. ماذا يمكن أن نعرف كآخر تطورات المعارك هناك؟ نعم، مساء الخير ميتون. مساء آخر النور. تطورات المعارك هناك بعد أن أعلنت قيادة الفرقة المدرعة التاسعة عن تحرير حي 17 تموز، وكذلك قيادة مقاطعة الإرهاب. اليوم كنا بالاستديو في حي النجار، تم تحريره وبث السيطرة عليه بالكامل. الآن المدينة القديمة أصبحت محاصرة من ثلاثة جهات، من جهة حي 17 تموز، ومن جهة حي النجار، ومن جهة المدينة القديمة الدواسة الشرطة الاتحادية. الآن القطاعات الأمنية قيادة مكافحة الإرهاب أعلنت المهام الموكل إليها عن 47 حي تم تحريرها. واليوم حسب القادة الأمنيين وقائد قيادة مكافحة الإرهاب الفريق أفضل غني الأسدي، أعلن أنهم على أتم الجهودية في استلام أوامر أخرى من القائد العام للقوات المسلحة لاقتحام المدينة القديمة من جهة حي الصحة والمجمع قصدي. أيضا تم تحرير مجمع سكني مهم جدا وهو في داخل حي الزنجبي، أي القوات المدنية دخلت إلى عمق المدينة القديمة من الجهة الشمالية للموصل القديمة. وأيضا هناك ممرات آمنة فتحت لخروج المدنيين من المدينة القديمة تنديدا لاقتحامها من ثلاثة جهات، من الشمال ومن الشمال الغرب ومن الغرب الذي يتولى فيه قوات الشرطة الاتحادية. نعم، هذا ما سيتم اتباعه في تحرير حي النجار اللي يدور اشتباكات حوله اليوم. نتحدث عن إخراج مدنيين إذن بعدها محاصرة كما حدث بالأحياء 46 التي تحدثنا عنها، صحيح؟ نعم، نعم. محاصرة تامة، عمليات ليلية. النجار الخطة منذ خمسة أيام وبعدها محاصرة الحي ومباغة داعش وتحرير الحي في خلال ساعات قليلة. يعني هذا في 17 تموز وفي الورشان وفي الثورة وفي أحياء. نعم، اليوم المدينة القديمة. طيب، الصوت يتقطع. على أي حال معلومات وافية، شكرا لك مراسل أخبار الآن لؤي أمين.